أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة جيفري دي لورينيتس يقول إن الأسد راض عن مماطلة العملية السياسية ويسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي. سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لن تغير موقفها من سلطة الأسد المسؤولة عن إنتاج 80% من الكبتاغون العالمي دون تغيير حقيقي وفق قرار مجلس الأمن 2254. الرئيس الأمريكي يقول خلال رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب إن قواته ضربت أهدافاً إيرانية شرق سوريا تستخدم لتخزين الذخيرة، مضيفاً أن الضربات أضعفت جهود شن عمليات ضد أمريكا وأن الهدف منها هو ردع الميليشيات الإيرانية. الإعلان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بين الدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية والمنتدى السوري للاستجابة لكارثة الزلزال في سوريا. الفرقة الرابعة التابعة لقوات سلطة الأسد تشترط على مهربي المحروقات من لبنان التنسيق معها ودفع أتاوات مالية للسماح لهم بنقل المحروقات إلى سوريا. لجنة الحج العليا السورية تقرر قبول مواليد جديدة في مكتبي الأردن واسطنبول بحسب المواليد الأكبر سناً.